السلامة، مرحبا بكم. شاب بلال بشتاتي، عمري 31 سنة، نخدم في ريستوران البارح في تونس. شاركت في سان فيتو لوكاب وخذيت البرومي بري. هذه كانت المشاركة الثانية متاعي، الأولانية كانت في 2015 وطوى عودت، خذيت منها شوية خبرة ورجعت والحمد لله معناتها تعوجت. جيت اليوم للسوسا معناتها الانستيتو باش نعرفوا بهالكسكسي هذايا، وفرصة اللي جون باش معناتها مش لازم كان يكون شيف كبير في العمر باش يهز تيتر ولا هو. جو سوي موتيفي، لقيت تشجيع من برشا شيفين توانسة معناتها وقفوا معايا بيان انكادغي، كي نسحق روسيت ولا نسحق حاجة نهز تليفون حتى شيف فاهم رجعني، معناتها كيما شيف رفيق، كشيف رفيق تلات لي شيف منين العارم، شيف حكي بن زايدة معناتها خلف معناتها ما نلزمش نذكر برشا شيفين، الكل بالحق وقفوا معايا. كانت فرصة ومشيت وربحت، وجينا لهنا اليوم باش نعرفوا بهالكسكسي هذايا. كيفاش كان تفاعل الطلبة المعهد معك؟ معناتها وصلوا قبل الكوجينة بالحق. نحب نشكرهم بالحق، دلام يعطيهم الصحة. محمد رضا مليكة، مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة. الحقيقة الوكالة هي مؤسسة جديدة وقع أحداثها منذ 4 أشهر، تعنى بالتكوين السياحي وتشرف تقريبا على 8 مدارس ومراكز تكوين سياحي. بالنسبة اليوم حبينا الحقيقة نكرموا لي دو شيف شامبيون دو موند، شيف بلال وشيف طيب، اللي الحقيقة توجوا وفرحونا التوانسة كل لأنهم مشاو باسم تونس وتمكنوا باش يحرزوا على كاس العالم في سوبلاي يونيفرسال اللي هو الكسكسي اون كونكورونس افيك دي بيي، وفي ايطاليا بالذات. يعني المهم ما كانش سهل، عطيهم الصحة. حابين اليوم على فوا نكرموه ومنه زادا اون اسيور لابرونتيساج بور نو زيلاف، يشوفوا كومون سا ايتي بريباري. وهذا شيء هام جدا انه تحط دو غران شيف que soit l'association partenaire interne l'ATPAC, l'association tunisienne des professionnels de l'art culinaire. Il y a de grands chefs renommés internationaux et nationaux qui sont venus avec nous pour qu'on puisse faire cette situation. Inch'Allah, elle va se faire dans les autres madrasas. Le fait de côtoyer de grands chefs, c'est ce qui est un peu de bonheur pour l'atelier interne. Inch'Allah, نحتفلوا مرة أخرى بهالمناسبة في قادم الأسابيع القادمة إن شاء الله في مدرسة أخرى.